السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجمعة، جمعة مباركة علينا وعليكم بإذن الله. اليوم التاريخ 26/7/2024. بتقول لي زوجتي روح على السوق جيب لنا شوية خضرة. قلت لها والله ما في. قالت لي روح شوف، يمكن تلاقي لك بتنجانة حاجة إشي. انزلت على السوق ما لقيتش إلا إيش، خيار وليمون أعجر. متأكد إنه ما في شي، مية حبته صغيرة، ما كانش مع الجوال، كان صورت في السوق. المهم ما لقيتش الا خيار، جبت الخيار وفي عنا علبه لحمه. قلت يا عم ايش بدك تعمل؟ قلت لهم اصبروا شوفوا ايش بدي اسوي لكم مع الخيار. شقحنا المرتديلا طبعا، حطينا شويه ملح شويه بهارات عليها، اللي هو بهار شاورما، بهار تايلاندي، من البهارات طبعا اللي على كيفك انت بقى. ايش بتحب بتحط. تمام، هو مش عنواننا الاكل، عنواننا يعني الوضع اللي احنا بنعيشه في الحرب في قطاع غزة، وبالأخص شمال قطاع غزة. خلصنا، تشجحنا المرتديلا وبهرناها، لأنه لما ناكلها هيك ما بتتاكلش، فبدنا نضحك عليها شوي عشان نقدر ناكلها بشوية بهارات. نقليها، قلت نقليها وبتشوفوا كيف طريقتها، وللأمانة مقبولة يعني، ونعمة من الله وهي الموجود. فبعض الناس حيقول لك يا عم هي ليش هذا بيعمل بدله، ليش مش لابس كوينتات؟ والله في المستشفيات مش تلاقين الكوينتات، في المستشفى الكوينتات صاروا يلبسوها على مرتين وعلى ثلاثة، برغم انه كان كل حالة يرميها لانه الاشي مش متوفر. فعادة لما بنغسل ايدينا وبنعمل بيمشي الحال. طبعا انا قاعد بشتغل على المجلع، حفت المجلع، ان المجلع كله مكسر طبعا، يعني يقول لك سايب المجلع كله وجاي يصور هان عند المغسلة. والله هاي الموجود طبعا ما فيش في السوق تومة ولا ليمون ولا حاجة. التومة المجففة، فلفل أحمر كنا نحط، فلفل أخضر ندق مع الدقة، ما فيش نتفة شطة ونتفة ملح ونتفة حمض الليمون وزوجة ليمون. ليمون طبعا مع الأكلة هذا بيجيش معها، اللي هو طبعا اللي هو الفول والبازيلا اللي بنستلمهم يعني، اللي بصحوا في المساعدة. علبة الحمص طبعا المية بتكون مش غدغة، بنصفيها نغسلها بنتفة مية عشان مطرح العلبة بلا طعم هيك غريب شوية، هيك نوعا ما بتكون أنظف وأطعم. هي مش عاطلة ميتها يعني، بس هيك لما عملنا الطريقة هاد الطريقة هاد لقينا هيك أزكى. طبعا بندق الحمص، بندقه منيح. تمام، قد ما نقدر بنعمه، كل ما نعمته أكتر ببرك اكتر بالنسبه للاخص اللي عنده عيال يعني، لانه اليوم الاشي بحذر، لما بنفتح علبه ندور على العلبه الثانيه خلصت يا عالم وقت تجينا غيرها. ف الطحينه زي ما انتم شايفين يعني، الطحينه نصها نصها طحين اللي ببقوها مغشوشه طبعا، بس برضو هاي الموجود. بدنا ناكل، بدنا نعيش، مع نتفة ميه وبنضربها، نخلطها بالطريقة اللي تعجب كل واحد، له طريقة في الدق والخلط. طبعا زمن مونونكس ونكون اتيكيت ونعمل بالخلاط، ما فيش والله كهرباء من 9 شهور واكتر ما شفناش الكهرباء. فبالموجود بدنا نعمل، اهم شي خلوا في بالكم الخيارة عشان هي الخضار الكامل اللي احنا تسوقنا فيه. طبعا بنبرشها على المبرشة منه عشان تكون اكتر، ومنه عشان اوفر، ومنه عشان اطعم، لانه لو بدي اقطعها على الست سبعة انفار اللي عندي مش حتكفي كل واحد شمه. الكيلو حقه 40 شيكل، يعني الخيار طلعت تقريبا ب8 شيكل، يعني ما يقارب $2.50. لقيت عند واحد جردل الريحان اخذت الاثنين ب10 شيكل، قلت بنزين في الريحان، والريحان زاكي يعني لما بندقه مع الدقة. و ما هي الموجود بقدونس والجنبة الملونة والفلفلة مش موجودة والله اللي بنزين فيها، في الموجود بدنا نزين ونعمل. وغصبا عن اللي ما يرضى بدنا نتماشى ونمشي مع الحياة ونعيش، بدنا نمشي بالموجود، فوق الردم تحت الردم جنب الردم بدنا نعيش في شمال قطاع غزة. قديش صبرنا كتير ونزحنا كتير، ولا انه حنضل على اللي احنا فيه. طبعا قبلنا شباب نروح ايش نجهز ايش النار، عشان لانه غاز فيش طبعا، لا كاز ولا غاز ولا كهرباء، بدنا نولع هالنارات.
طبعا بقد ما نقدر بنصغر العودان، مش عشان نحافظ على النار، عشان نوفر في الخشب. بنقول بنرمي عود عود، لانه لو حطيت الخشبتين كبار مره واحده هيك حيخلصوا، من وين بدي اجيب؟ فبنمشي بقدر المستطاع. طبعا زي ما انتم شايفين في الغرفه اللي عندي ردم، لانه لو بدي اطلع برا الشارع مش هعرف اقعد على الردم. لسه قلت في الغرفه تبعت دارنا لسه او شقتنا احسن. بنحط الشبكه، وطبعا اهم حاجه، اهم اشي ها برد الشاي، لانه انا 3 شهور والله العظيم ما شفنا السكر اللي دقناه، طلعت لي كبونه وطلع فيها سكر، فقلنا لازم نعمل براد الشاي. طبعا كولا وعصاير واليوم الجمعه ونعمل فافيين ما فيش. طبعا هي اللي نتحلى فيها ونتمتع فيها بعد الغداء هي كوبايه الشاي، وبنحمد الله انها اتوفرت، ما كانتش متوفره. طبعا بنقدح السيرج، بنحط اللي هي اللي هي علبة غدير اللي شفتوها، مبهرة متبلة، بنقليها هيك بتقرمش شوية بتحمش شوية، بتصيرها مقبولة للأكل. وطبعا في الفيديوهات الجاية هعملكم طبعا هتشوف الأكلات التانية وكيف بنستعملها، على أساس إنه إحنا نقدر ناكلها، لأنه الناس كلها زهقت المعلبات، مش قادرة تبلع المعلبات، وما فيش بديل، غصب عنه بده ياكلها، ما فيش شي غيرها. لا غني ولا فقير، ولا معاه ولا معوش، ولا صاحب شركة ولا مدير ولا عامل، كله نفس الاشي بده ياكل. بس الشاطر عاد اللي ايش تعمل طريقة زاكية اللي ياكلها بنفس، لانه الشغلة لما بتتاكل بنفس بغض النظر ايش كانت هي وايش نوعها وايش مصدرها، كونك اكلتها بنفس بتسرع عليك في عافيتك وفي دمك وفي الجسم وفي البروتين، علميا يعني وصحيا، انه الشغلة هذا انا قبلتها نفسي اجت عليها في الاكل بتسرع عليك. لو بده يكون احسن اكل في العالم ونفسك مش قابل عليه، مش جسمك مش حيستفيد منه. نقل الوجبة الثانية. طبعا عندك عاد الخوف انه النارات يخلصوا، نفس شوية خشبات هايهم جنب النار شايفينهم. طبعا جهزت الصفرة هلقيت، عشان ايش اهم شيء الاطفال اللي من الصبح بزنوا بدهم ياكلوا. نعمل اول ساندويشة طبعا لحمود، بنقول لحمود هاي احلى معلقتين حمص، وهاي احلى شقحتين 3 مرتديلا، بس حتكيف عليها يا حمود. اهم شيء الخضرة اللي هي الخيارة طبعا اللي جبناها، اهم كمان ورقة الريحان. يلا يا حمود ورينا وشك يا حمود وانت بتاكل، يا عيني يا عيني يا عيني. اللي بعده، واهم اشي بعد ما نتغدى بدنا نتحلى ونبرد ونتطرع في كوباية الشاي. يلا يا حجة إيلين تفضل. ما تنسوا تدعمونا بميزة شكرا وتشاركوا في القناة، وأحلى كوباية شاي لعيونكم جميعا، وصحتين وعافية.